ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. بنقابل كل الكتاب اللي بتحبوهم واللي بتحبوا تنزلوا وتشتروا كتبهم. ومعانا النهاردة الكاتب والروائي الأستاذ محمد قريش. والحقيقة أنه الكاتب والروائي الأستاذ محمد قريش صدر له قبل كده كتاب ركال الحكم بالسر، مسلسل الساعة 7، التاريخ السري لصناعة الأفكار، واللي مشارك السنة دي بكتاب 8 مدن وحكايات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وعيد ثقافي وعرس مصري بنستناه كمشاهدين وكإعلاميين وككتاب وكناشرين وكقراء، وحتى الأسر المصرية بتكون دايما مستنية. تحضيرات حضرتك ككاتب وكروائي لمعرض الكتاب بيبقى شكلها ايه؟ هو في البداية طبعا معرض الكتاب بالنسبة لنا او بالنسبة لي بشكل شخصي بيبقى بمثابة عيد. لان طبعا قبل ما الواحد اصلا يكون كاتب فهو قارئ. فعشان كده طبعا منذ سنين طويلة ويمكن المدة تزيد عن 25 سنة كان بالنسبة لي معرض الكتاب ده فعلا عيد. حقيقي. ومكان في شهر يناير طبعا معاد مميز دايما في شهر يناير. صحيح. مشارك بكتابين؟ انا مشارك بكتابين فعلا يا فندم. احكي لنا عنهم. انا مشارك او هم حقيقة 3 كتب. هو كتاب 8 مدن وحكايات الرحلة الثانية، ده الجزء الثاني من الكتاب الاولاني اللي صدر قبل كده، وكتاب رجال الحكم بالسر ده برضو جزء تاني اسمه بوابات المجهول، وكتاب تالت اسمه أليس في بلاد الطفولة. 8 مدن وحكايات بيتكلم عن ايه؟ الكتاب ده بيتكلم عن فكرة ان دايما مجموعة من الحوادث التاريخية المجهولة اللي دايما بتبدو على غير حقيقتها، ان الناس ما تكونش عارفاها بشكل كامل. فالحقيقة انا عملت نفس التيمة دي في الجزء الاولاني وكان ناجح جدا الحمد لله، فكررتها تاني في الجزء التاني لمجموعة حكايات جديدة يمكن الناس ما تعرفش عنها حاجات كتيرة. والكتاب التاني؟ الكتاب التاني اللي هو رجال الحكم بالسر بوابات المجهول. ده بيتكلم برضو عن تاريخ الحركات السرية بشكل عام. تاريخ الحركات السرية اللي موجودة في العالم وتأثيرها في صناعة الأحداث. فهو موضوع بيبدو يعني مش مألوف قوي، بس الحمد لله له صدى كويس عند القراء. جميل. وكتاب التالت؟ الكتاب التالت بقى ده مجرد اسمه أليس في بلاد أليس في بلاد الطفولة. وبلاد الطفولة. في بلاد الطفولة. في بلاد الطفولة. وده بيتكلم عن شكل من أشكال الحنين للماضي، ذكريات زمان. نوستالجيا. بالظبط يا فندم. طبعا ويمكن من أحب الكتب ليا لقلبي، لأنه يعني ذكريات وحاجات عشتها، مش مسألة مادة علمية وبدور عليها، لا دي حياة شخصية الواحد عاشها بشكل كبير. حضرتك بتكون حريص انك تحضر فعاليات المعرض كلها، يعني المعرض مثلا بيقام لمدة اسبوعين. طبعا بتكون متواجد لمدة اسبوعين. لا مش كل اسبوعين طبعا، بحاول اكون كتب ليك. طبعا. لا بحاول طبعا يا فندم، بس طبعا الظروف بقى الارتباطات وكده احيانا ما بيبقاش ده متاح. يعني ايه رايك في الفعاليات السنه دي وايه رايك في المشاركه؟ طبعا حجم المشاركه ما شاء الله كويس جدا. زي ما بقول لحضرتك هو بمثابه عيد، يعني عيد للمثقفين. صحيح. في مصر وعيد لهواه القراءه والكتابه في مصر فعلا حقيقي. صحيح. كمان هو متنقل هنا كمان في المكان الجديد اكثر تنظيما واكثر رقيا واكثر كل حاجه. احب اتكلم معاك عن الشعار. نصنع المعرفه ونصون الكلمه. شعار قوي طبعا. شعار في شموخ طبعا، وفي الأصالة المصرية والمسؤولية المصرية. كلمني شوية عن الشعار. ما هو يا فندم حضرتك عارفة هو تصليح أي تشوهات هو بيكون عن طريق المعرفة. المعرفة للشعوب دي حاجة شديدة الأهمية جدا. وده احنا محتاجينه جدا، لأن هو تغيير السلوك أو تغيير نمط الحياة أو المعرفة بتغير في حاجات كتيرة جدا في حياة البني آدمين. صحيح. فعشان كده احنا محتاجين الكلام ده جدا في مجتمعنا المصري وفي المجتمع العربي بشكل عام. إيه أكتر أنواع الأدب اللي حضرتك بتميل إليها كقارئ؟ كقارئ كل حاجة يا فندم. كل حاجة. اي حاجة انا بقرا الحمد لله في كل المواضيع. اي موضوع. ما بتملش نوع معين؟ لا طبعا انا بحب يمكن التاريخ اكتر دلوقتي بحكم ان انا ما كنتش بقرا روايات زي الاول والوقت المتاح للقراية بقى اقل. بس طبعا كل انماط الكتابة، اصل حضرتك عارفة الكتاب ده حد بيمنح حضرتك عقله وافكاره. صحيح. فدي حاجة مش بسيطة يعني. فطبعا وممتعة طبعا. فدي جميل. حاجة انا سعيدة بلقاء حضرتك وبتمنى لك كل التوفيق. أنا وطبعا انت نورتنا قبل كده وان شاء الله تنورنا تاني في طبعاً في استوديو.